الحب في زمن الكوليرا رواية من أروع قصص الحب الأسطوري، وبالعنوان الأصلي الأمور إن لوس تيمبوس ديل كوليرا، كم من الوقت تستطيع انتظار الحب؟ قصة للروائي الكولومبي العالمي جابرييل غارسيا ماركيز، نشرت عام 1982 باللغة الإسبانية وترجمت إلى عديد اللغات، تحتوي على 445 صفحة وحققت نجاحاً باهراً لكونها تنقل الواقع الإنساني بشكل ساحر وتعكس الثقافة اللاتينية بكل زخمها من خلال أبطال الرواية الذين عايشوا تحولات مرحلة التحرر والبناء والانتقال نحو المدنية وما عايشته منطقة الكاريبي من أوبئة وحروب أهلية. الرواية تبرز جدلية الحب والحرب، وفي أدب الحروب يتناول الحب كقيمة أساسية، والأدب هو وسيلة تعبر عن الوجود المهدد بالخطر، ولا خلاص من هذا العبث إلا بالحب نفسه. الأديب جابرييل غارسيا ماركيز كتب روائع في الأدب العالمي وتحصل على جائزة نوبل للأدب عام 1982، وقد أعلن خجله من حمل هذه الجائزة في الوقت الذي يحمله فيها مرتكبو الحروب في فلسطين ولبنان. ولد جابرييل غارسيا ماركيز سنة 1927 في قرية أراكاتاكا بماجدالينا، وتوفي سنة 2014 بالمكسيك. عرف بنفسه الطويل وتصالحه مع الزمن، وقد أعلن في وقت المحنة أنه لن ينشر روايته إلا بعد سقوط الدكتاتور أوغوستو بينوشي. تمت إعادة صياغة الرواية بلغة السينما، وعرض الفيلم في أكتوبر 2007، أخرجه مايك نيويل مخرج هاري بوتر وكأس النار، بطولة الممثل الإسباني جافيير باردم في دور فلورنتينو، والممثلة الإيطالية جيوفانا ميزوجيورنو في دور فيرمينا، والأمريكي بنجامان برات في دور جوفينال أوربينو. تمتد الفترة الزمنية للفيلم من 1880 وحتى 1930، وتدور أحداثه في مدينة جميلة على نهر ماجدالينا في كولومبيا إبان زمن الكوليرا، قرية تقليدية من نسج خيال ماركيز سماها ماكوندو، وهي تشبه القرية التي نشأ فيها، ومن قصة حب والديه استوحى الكاتب روايته. الحب في زمن الكوليرا هي قصة حب رجل وامرأة منذ المراهقة وحتى ما بعد بلوغهما السبعين، تصف ما تغير حولهما وما دار من حروب أهلية في منطقة الكاريب وأسطورة حبهما الصامد. فلورنتينو شاعر وعامل تلغراف بسيط يقع في حب فيرمينيا وهي على مقعد الدراسة، تبادله الحب عبر الرسائل فتطرد من المدرسة الدينية بعد ضبطها تكتب رسالة حب. مفارقة مدهشة وبداية المأساة، فيرمينيا بعد 3 سنوات فقدت الأمل وقررت إنهاء حبها الوهمي بقرار فردي. تتزوج من طبيب أرستقراطي الدكتور خوفينال أوربينو، تحيا معه طوال 52 عاما من عمرها، تنتقل إلى طبقته بتفوق وتنجب منه وتنسى حبها الأول الذي لن ينساها للحظة. فلورنتينو رمز الحب الذي أصبح مقصد العشاق والمنبهرين برسائل عشقه الكبير التي وزعها باستمرار بين شقوق الأشجار وتحت المقاعد وعلى أرصفة الطرقات، يعاهد فيرمينيا على الوفاء ويطلب يدها للزواج. Oui, mais j'attendrai la mort de son mari. Tu es fou. ثم يقرر أخيرا أن ينتظر وفاة زوجها مدى حياته. Por ti, por
صوت شاكيرا الفنانة الكولومبية التي غنت في هذا الفيلم بكل جوارحها وبكل رومانسية، أغنية الوداع وأغنية هناك حب بدافع شخصي، جعل شاكيرا تبذل صوتها من أجل عيون فلورنتينو وفيرمينيا. أكثر من نصف قرن جبل فيه فلورنتينو على الحب والوفاء، لم يشفع له عند فيرمينيا عند رؤيته بعد طول انتظار، ولكن خلف ستائر الزمن الطويل ينبض مجددا قلب فيرمينيا لتعيد مجد الحب بينهما، ويمضيان في رحلة موعودة عبر نهر ماجدالينا ليشفي جروح السنين. Y en las noches del otoño reverdecer.